السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا وذياشينا شرفتا له اكو حرن جنال كينا اللو حير سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحو الله سبحانه وتعالى أما نينفتيسا وحو نويني يشأني جيسا أود وأود وحد كالي أوانا إساق أهين أيسا أود أو جيدا إله آنان إساق أهين مجيرو وانا أليه أدون كيس محمد عليه الصلاة والسلام روح ديس إيو جير كيس با إساقو سوجيدا أو آنان ريو كجيرين حل هبين أه مسجد الحرام أو مكوكويا لكد الميي أو جيي مسجد الأقصى أو بيت المقدس كويا لا كاسو الله سبحانه وتعالى هريره سبيرو إيو ميرو إيو غير كود بكبركيي أو ديغان أو قدقي إمبادن أو أنبيدي سكمد آه سلو أركو عجائبت أي لاذا هاي قدرت ديسا إيو سي أي أنقطو دليل موجين يكل النما ديسا الله سبحانه وتعالى وامد مقل لمان عددك أو وحوال بنا أركيا وحونا قف والبا وحو متايستو كسيا الدنيا دا ايو آخرة دا با كدي مركي لباتو ينكو اي كدرنا دين او مروغو ينكونا اي كبتين وحو نبيغو عليه الصلاة والسلام كجيري حلقي او قبا هدا بدنا قف غرب استاغا او قوان كيسا او قوكالميا وحي قصادو كب اللابان ايسا مركي او ملك الجبريل عليه السلام كسو دقي نبيغ عليه الصلاة والسلام إساقو اي لسعودين لابان ملك او كالي مركاس بي انتي قبتين كالجيحين لابتيسا كدبنا قلبيغيسا انتي سوب بحيين اي وحي او قردقين بيها زمزم كدبنا وحي إيمان إيو حكمد أوغو بوحيين قلبي جيسا وحينا أوغو عليين بوس كيسا كدبنا جبريل عليه السلام أيا لي مد أما أكيني براقدا تاسو أه دابد آد اللياب بدن أو عقهيدا لغيسا هلك أوغو دنبي سفوغان أرقيدا كدبنا نبيغ عليه الصلاة والسلام أيا كوري وحينا إسلا آذين بيت المقدس مركي أي تغينا وحو جبريل عليه السلام براقدي الباب كأكتيس أغحري حلقدي أي لمان أنبيادو عليهم السلام كحران جيرين كدبنا وحي قدها أغلين مساجدك مركاس بو نبيغو عليه الصلاة والسلام هلكاس كتو جيي أنبيادا إساقو إمام أؤه كدبنا وحو جبريل عليه السلام نبيغ صلى الله عليه وسلم لكري سماواتك وحونا جبريل عليه السلام أها ميد سمو البمركي او سوغارو غرغراعا او إذن ويدي استسي او سوغالو مركاس بالو إدما يي أمالو او غلانا يي إن أي سوغالان إيادو ملائكتو أي آد او سو دوين يسي إمان شها دمان خلائق دا سيد كودا أهنا أنبياد إمام كودا حبيب كينا محمد عليه الصلاة والسلام وحو نبيغو عليه الصلاة والسلام سمد كواد أما سمد الدنيا كل كلمي نبي آدم عليه السلام كدبنا سلان أيي إسلاف سدين خير أيونا أبونا آدم عليه السلام أو قد عيي وحو نبيغو عليه الصلاة والسلام سو أركي إساقو فديا أو ميدك تيسا إيو بديح ديسا أي كسو غيهين أرواح دا الدرية ديسا أما أولاد ديسا مركي او ميدك تيسا ملع سادو وا او قسل يي مركي او بديح ديسا ملع سادانا وا او اوين يي كدبنا وحو نبيغو عليه الصلاة والسلام الرنكاس وحكوي ديي جبريل عليه السلام مركاس بو جبريل او شاقي ان كوا كسوغان ميدك تيسا اي يهين دريا ديسا اما اولاد ديسا كوو دا جنة دا جليا وحونا كفر حيا اركتدو
kuwa ku sugan bidixdiisana waa ehlunnaarka, wuxuuna ka murgayay aragtidooda. Kadibna wuxuu nabigu calayhi salaatu wassalaam u gudbay samadii labaad, wuxuuna halkaas kula kulmay nabi ciise iyo nabi yaxye calayhimassalaam. Waxay soo dhaweeyeen soo dhaweyntii ugu wanaagsanayd, waxayna ku yidhaahdeen marxaban bilakhi saalix wannabiyi saalix. Samadii saddexaadna wuxuu nabigu calayhi salaatu wassalaam ku soo arkay walaalkiisa Yuusuf calayhi salaam, wuuna salaamay. Wuxuuna nabigu calayhi salaatu wassalaam ku sifeeyey qowlkiisii ahaa wa idaa huwa qad uctaa shatra alxusn, ama waxaa la siiyey quruxda barkeeda. Kadibna wuxuu samada afaraad kula kulmay walaalkiisa Idriis calayhi salaam. Kadibna wuxuu samada shanaad kula kulmay Haaruun calayhi salaam. Kadibna wuxuu Jibriil calayhi salaam nabiga sallallahu calayhi wasallam la koray samada lixaad si uu u soo arko walaalkiisa Muuse calayhi salaam. Salaan kadibna waxaa ooyay nabi Muuse calayhi salaam. Markaas baa waxaa lagu yiri, maxaa kaa oohinaya? Wuxuu yiri, waxaan la oynayaa wiil gadaashayda la soo saaray ayaa ummaddiisa waxaa jannada ka gelaysa in ka badan inta jannada ka gelaysa ummaddayda. Intaas kadibna wuxuu samada toddobaad kula kulmay Khaliilurraxmaan Ibraahiim calayhi salaam. Wuxuu soo arkay isagoo dhabarkiisu ugu tiirsan yahay Baytalmacmuurka, taasoo ah kacbada Ahlusamaaga, kaasoo maalin walba ay soo galaan 70,000 oo malaa'igta ka mid ah, kuwaasoo aanan dib dambe ugu laabanin weligooda. Halkaas ayuu nabi Ibraahiim calayhi salaam nabiga sallallahu calayhi wasallama ku soo dhaweeyey oo una duceeyey. Kadibna wuxuu ku yiri, yaa Muxammad, iqra' ummataka minni salaam wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turba cadbatu lmaa wa annaha qayaan wa anna gharaasaha subhanallah walhamdu lillah wa laa ilaaha illa allahu wallahu akbar. Muxammadow, salaan iga gaarsii ummaddaada, waxaadna u sheegtaa in jannada carradeedu ay wanaagsan tahay oo biyaheeduna ay macaan yihiin oo ciiddeeduna ay fidsan tahay ama ay siman tahay. Waxaadna u sheegtaa in waxa lagu beerto jannada carradeeda ay tahay subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha illa allahu wallahu akbar. Intaas kadibna wuxuu Jibriil calayhi salaam nabiga sallallahu calayhi wasallama ula sii koray Sidratul Muntaha xaggiisa, waana geed aad u qiimo badan oo xajmigiisuna uu aad u weyn yahay oo mirihiisuna ay aad u waaweyn yihiin oo caleemihiisuna ama caleentiisuna ay la eg tahay dhagaha maroodiyaasha oo kale. Wabiyaal ayaana hoostiisa ka soo baxa. Wuxuuna nabigu calayhi salaatu wassalaam halkaas ku arkay malakul Jibriil isagoo dhammaystiran oo leh suuraddiisii malaa'ignimada, wuxuuna lahaa 600 oo garbood. Intaas kadibna waxaa la gaaray laxdaadkii ama wakhtigii nabiga calayhi salaatu wassalaam oogu farxadda badnaa, markaasoo lagu sharfay in uu Alle subxaanahu wa tacaala la kulmo oo uu hortiisa istaago oo uu la sheekaysto si dhammaan ahwaashii iyo dhibaatooyinkii uu ku soo noolaa ay ula fududaadaan ama ula yaraadaan. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala halkaas addoonkiisa ugu soo waxyooday wixii uu u soo waxyooday. Kadibna wuxuu isaga iyo ummaddiisaba ku soo faral yeelay 50 salaadood habeen iyo maalin walba. Kadibna waatuu nabigu calayhi salaatu wassalaam Alle subxaanahu wa tacaala ka dalbanayay in uu ka khafiifiyo ilaa laga soo gaarsiiyey 5 salaadood oo keliya. Wuxuuna nabigu calayhi salaatu wassalaam safarkan ku soo arkay jannada iyo nicmooyinkeeda. Wuxuuna Jibriil calayhi salaam soo tusiyey Kawtharka,
wuxuu kaloo soo arkay geedka la yiraahdo shajaratu zaquum, kaasoo uu alle subxaanahu wa tacaala ku sifeeyey qowlkiisii ahaa washajarata almalcuunata fi lqur'aan. Wuxuu kaloo soo arkay maalik oo ah malagga haya naarta furaheeda. Wuxuu kaloo soo arkay haweenaydii mu'minadda ahayd ee timaha u shallayn jirtay fircawn gabadhiisa, taasoo diiday in ay alle subxaanahu wa tacaalaa ku kufriso oo kadibna fircawn uu dab ku gubay. Wuxuu kaloo soo arkay dajjaalka isagoo leh suuraddiisa oo timihiisu ay aad u adkaayeen oo hal ilna ay ka maqan tahay oo jirkiisuna uu aad u weynaa oo midabkiisuna uu aad u gaduudnaa oo labadiisa indhood dhexdooda ay kaafir ugu qoran tahay. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. Haddii aad inagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin jannalka inaad sabskraib saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.